يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد رجل يدعي أنه يشفع لأتباعه بعد موتهم عند الله ويدخل يوجد رجل يدعي أنه يشفع لأتباعه بعد موتهم عند الله ويدخلهم الجنة ويسمى الداعي والسيد، وذلك مقابل مبلغ من المال. بس هذا المقصود، نعم. فهل يعتبر فعله هذا شرك؟ هذا كذاب دجال، هذا يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا يقتل والعياذ بالله. يأمر بالشرك يشركون به بعد موته وأنه يدخلهم الجنة؟ نعم.